ابوك ماله يا سامي؟ يا ماما صدقيني هو بخير. هصدق مين واكذب مين؟ انا ما بصدقش الراجل اللي اسمه سيد الملا ده، عمري ما جه من وراه خير. بيقول دوخه بسيطه ودلوقتي نشوف. دوخه بسيطه؟ اللي عنده دوخه بسيطه يوديه المستشفى ليه يا ولدي؟ تعالي هنعرف كل حاجه دلوقتي، اتفضل. استرها معانا يا رب. اشكر بخاطرك يا حليم. أي مركباش مع الراجل اللي اسمه سيد الملا ده. يا ماما حضرتك هتركبي معايا. كلم اخوك وجيه في التليفون، قول له يجي المستشفى، ما تخضوش. كلمته ما بيردش. كلمه تاني. حاضر حاضر. رد ولا لا؟ لو ما ردش كلمه من المستشفى. ما بيردش في العربية. ده وقته يا وجيه، رحت فين؟ يلا يلا. يلا. يا رب. صورها معانا يا رب. ابوك فين يا ولدي؟ اوضته فين يا عم سيد؟ الاوضه هنا يا استاذ سامي. لا لا استنى بس نشوف حد يدخلنا. يدخلنا؟ لا يحشونا عن الحج ولا ايه؟ جرى ايه يا سامي؟ استني بس يا حاج، لا يكون عنده حد من الدكاتره جوه ولا حاجه. لو سمحت يا دكتور ممكن يدخلوا يشوفوه. اتفضلوا بس لو سمحتوا مش عايز كلام كتير. نشوف الاول وبعدين نشوف حكايه الكلام اللي بالطلب ده، لا هيكممونا ولا هيقفلوا خشمنا. اهدي يا حاج. اتفضل. حيم سلامتك يا حيم. سلامتك يا ابو وجيه. الف سلام عليك يا حاج. الله يسلمك. ايه يا رحيم حصل ايه؟ كل خير يا نعم الحمد لله. خير؟ فين الخير يا رحيم؟ من فضلك يا ماما بلاش بابا يتكلم كتير. بلاش مش هتكلم. حاسس بايه يا رحيم؟ ايه اللي تعبك؟ كويس الحمد لله مفيش حاجه يا نعم. عملت فحوصات يا حاج؟ عملت يا ولدي، قالوا لي قلب وجعني. قلبك وجعك كيف يا رحيم؟ من الدخان. فين عمك سيد؟ عايزه فيه؟ عايزه فيه تاني سيد الملا؟ راح فين؟ سيبه يروح يا رحيم، سيبه يبعد عنا. كل اللي احنا فيه ده في الأول وفي الآخر من سيد الملا. هادي آخرة قعدتك معاه. أنا خلاص هبطله الدخان. الدكتور قال لي بطله بكيفك بدل ما تبطله غصب عنك. سامي كلم وجيه وما تخضوش، قول له ابوك عاوزك. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك يا استاذ. هو جه بيه؟ الجماعة مش جوه. يعني ايه مش جوه؟ الحاجة والدكتور خرجوا وقالوا لي اقول لك. خرجوا راحوا فين؟ وقالوا لك تقول لي ايه؟ ما اعرفش راحوا فين، وقالوا هيكلموا حضرتك في التليفون انت وبهجت بيه. يعني بهجت بيه مش معاهم؟ لا، بهجت بيه خرج مع الدكتورة شادية، والدكتور وست الحاجة جالهم واحد بعربية كلمهم وخرجوا جريوا وياه. جريوا؟ جريوا على فين؟ ما اعرفش. طب اللي جالهم ده قال لهم ايه؟ برضه ما اعرفش. طب روح روح لحالك روح. الو. ايوه سامي. لا ما انا ما كنتش في العربية. ايه؟ بتقول ايه؟ فين؟ طب هو حالته عاملة ايه دلوقتي؟ بجد يا سامي؟ لا 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 بهجت وشادي لسه ما رجعوش. طيب طيب انا جاي لك حالا. بهجت سيب عربيتك وتعالى معايا انت والدكتوره بسرعه. اجي معاك فين؟ تعالى الاول وبعدين اسال. يلا يا دكتوره. يلا يا بهجت. هو فين؟ بابا تعبان شويه مش عايزين حد يعرف. مش تعبان للدرجه دي، هو في المستشفى ورايحين نطمن عليه. اتفضلي يلا اركبي. انا جيت اهو ممكن اعرف فيه؟ اركب الاول بعدين هقول لك. يلا بقى.
ولدي ابوه خده على فين؟ يا امي اهدي بس ما تقلقيش، هما بيعملوا له شويه فحوصات وان شاء الله كل خير. يا رب مش كل خاطره يا رب. استاذ وجيه. نعم. هدي والدتك واخواتك، ابوك بخير. اتفضلي يا ودي. بعدنا عن الرجل ده بيني وبينه ربنا. تعالي تعالي اقعدي هنا لغايه لما يسمحوا لنا بالزياره. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ هو حضرتك بتعيط عم سيد؟ يا ابني انا وابوك كنا اصحاب من قبل ما ماتت وانتو عشت عمر. خد بيده يا رب، خد بيده يا رب.